الفريق يعني شباب عين فكرون، ولكن بدون خطورة أمام المرمى، لأن الدفاع تاعنا كان مركز كما لازم الحال، ولكن كانوا مسيطرين على الكرة. أما ننظر في الشوط الثاني يصير خاصة يعني بعد التعديلات، بعد النصائح اللي أعطيناهم التعديلات اللي دائما نظن عرفنا كيفاش نسيطروا الشوط الثاني، وربما لو ركزنا أكثر كان بإمكاننا نقتلوا هدف أو اثنين. العموم أنا نظن يعني نقدر نقول المباراة كانت متكافية، ربما فريق اتحاد الكويت كان الأقرب للفوز، ولكن نعتبر نقطة تعليم، نقطة ثمينة جدا بالنسبة لي. بالتوفيق إن شاء الله.